صراحة الفريق البيضاوي غني على التعريف، وأنا كل لي الشرف أنني نلعب مع هذا الفريق الكبير. الحمد لله بقى فينا آخر مقابلة إن شاء الله يوم غد، إن شاء الله نتمنى أننا نجيب في واحد النتيجة إيجابية اللي ترضينا وترضي الجماهير الوداديه اللي كتستحق الشيء الكثير. والمسار ديال العصبه والبطوله مازال طويل، نتمنى ان شاء الله ان نختموا بشي لقب ان شاء الله هذا الموسم. كنتمنى فريق الوداد البيضاوي كل التوفيق ان شاء الله. بالنسبه لي انايا فريق الوداد البيضاوي اللي كان في النهار ديالو يعني تفارق ما يقد عليه، ان شاء الله حنا عازمين ندير المقابله بين عيننا وانا نجيبوا 3 نقاط اللي تخلينا نتصدروا المجموعه او الوصفه مع فريق صنداونز. ان شاء الله انا عندي اليقين بان فريق البيضاوي غيتجاوز هذا الدور المجموعات بكل اريحيه ان شاء الله. نتمنى التوفيق ان شاء الله في المقابله ديالنا ان شاء الله.